الو يا ريس، والله هجيب لك اللي انت عايزه. عايز تلاتة اربعة اللي انت عايزه. ما انا خطف لك عيال ياما قبل كده. خلاص تمام، ما تعصبش عليا. بس اقفل بقى عشان في بنت داخلة عليا اهي. سلام. ايه ده ايه ده ايه ده ايه ده يا حبيبتي؟ ده هو انت رايحه فين؟ انا رايحه الدرس يا عمو. في حاجه؟ انت بتتكلمي بجد؟ ايوه والله رايحه الدرس. انت رايحه الدرس من غير كمامه؟ ازاي يعني يا حبيبتي؟ هي ماما وبابا ما قالكيش تلبسي كمامه وانت رايحه الدرس؟ يعني ينفع يعني دي؟ ينفع يا حبيبتي؟ لا يا عم. خلي بالك انت شبه بنتي. انا بنتي خلي بالك ما بنزلهاش، هي لازم تكون لابسه كمامه. ربنا يخلي لك بنتك يا عم. تعالي بقى اجيب لك كمامه العربيه يا حبيبتي. بس انا معيش فلوس. فلوس؟ اه فلوس. فلوس ايه يا بنتي؟ فلوس ايه؟ بقولك شبه بنتي. ايه؟ شكرا يا عم. مش فاهم انا والله، ابهات وامهات ده مش عارف بيجيبوا العيال ويسيبوها ليه، انا مش فاهم. بعد كده يا حبيبتي بصي، كمامه لازم تلبسيها، فاهمه ولا مش فاهمه؟ فاهمه يا عم. اهم حاجه دي خلي بالك. خد يا حبيبتي اقعدي كده بقى، كده احسن، وتقعدي في وسط زمايلك. في حاجه ولا ايه؟ عمو ايه؟ انا حاسه ان انا دخت. دختي؟ اه. طب تعالي اقعدي هنا كده اهو، تعالي اقعدي هنا في العربيه هنا. دختي من ايه بس؟ مش عارفه. دختي من ايه بس؟ يا باشا جبت لك واحدة اهو عشان تعصب عليا الصبح. كويس يا عم، انا مش ماشي، انا ما بخافش، انا ما بخافش. عايز 100 بنت هجيب لك 100 بنت النهارده، مش الواحدة ب100 باكو برضو. يعني انا واقف في الشارع اهو، اي حد هيجي مش هسمع عليه. هاملة لك العربية واجيبها لك. سلام. تعصب؟ ما احبش انا اللي يتعصب عليا انا ده. ايه مش ناوية تذاكري بقى ولا ايه؟ اذاكر ليه يعني؟ عشان تنجحي. مش عاوز انجح. ايوه ما خدش منك الكلام وما لاحق. تخلي ذاكري يا بنت شوية. مش مذاكرة. عمو عمو مية يا عمو، مية. حمام؟ الحمام اهو. خش الحمام اهو يا حبيبي. مية يا عمو مية. ايه يا ابني تعمل الحمام ايه يا ابني بقى؟ عمو ايه الحمام اهو يا حبيبي؟ خش الحمام والنبي خش الحمام هنا اهو. عمو عمو عربية وعمو لابس نضارة يخطف بنت. انت سامعني؟ لا اخش الحمام. تعال بص الحمام ما تخافش. انت خايف ليه؟ وانا كنت فوق الشجرة. انت ايه؟ فوق الشجرة. عملت حمام فوق الشجرة؟ عملت حمام على نفسك؟ انت نزلت من فوق الشجرة؟ لا يا عم. شوف بطرون بتاع اخوك ولا حاجة الدول. تعال عم. تعالى ما تتكلمش. ايه يا حبيبي اللي انت عاوزه والله؟ يا حبيبي ما تخافش، انا زي ابوك، خايف ليه؟ تعالى تعالى حبيبي. عملت حمام على الشقه. الله يكرمك. واحد خطف ايوه بنت. اه وانا كنت فوق الشجره. ايوه انت كنت فوق الشجره. نزلت بقى من فوق الشجره وهو لبسها الكمامه. ونامت. ميه انت كنت في البحر. وانا يا عم. ايوه الناس على البحر. عمو وانا خايف. خايف؟ تعالى نساعدك. انت ما بتعرفش تعوم؟ لا ده عاوز له عوامه بقى. انا عندي عوامه قديمه هديها لك وتنزل البحر براحتك يا عم. عاوز حاجه تانيه؟ يا عمو بيقول لي ميه. لما دخل الميه اتبل صح؟ انت عملت في الميه ايه يا هلا؟ عمل حمام في الميه. ايه تعالى تعالى خليك الحمام. تعالى خش الحمام. عمو البنت خطفت. ماشي ماشي حمام. الراجل لابس لبسها كمامه. ايه؟ لبسها كمامه. إيه؟ وانا كنت فوق كوبايه. عاوز كوبايه ميه؟ لا يا عمو. ايه؟ تعالى نلحق البيت. خد يا حبيبي ثواني. هو انت سقعان؟ ثواني. في يا عمو؟ ده وشك ده حبيبي؟
ايوه يا عمو. طب ماشي، عاوز تخش حمام الحمام اهو. لا يا عمو، عوامه عندك هوش عربيه. طب تشرب اي حاجه. البنت خده في. انت سقعان؟ منين؟ خد خلي تلبسها. والله ما تغلى عليك يا ابني. انت سيبني يا ابني، لو سقعان ادفيك يا ابني. والله خد يا حبيبي، البس دي كده واتدفى. شكلك مجنون. لا 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 والله، خلي بالك انا عارف. خلي دي خلي سقعان. ماشي، عاوز اي حاجه ثانيه؟ ماشي، خد بعضك يا حبيبي وتوكل على الله. شكله غلبان غلبان اصلا. يلا حبيبي. ده مجنون، ده انا شايفاه في الشارع الصبح بيجري. ده هيقول لي كده فوق الشجره ونزل الميه. وتلاقيه ما بيعرفش يعوم. يلا ادخلي ذاكري بقى. مش عاوزه اذاكر يا بابا، انا عاوزه اقعد. يا بقى خلصي بقى. مش عاوزه اذاكر. ماشي، عاوز تقعدي فوق الشجره. ماشي خلاص، انا اصلا جايلك في الطريق اهو، انا لسه نازله من البيت. ماشي جاي في الطريق. ايه ده ايه ده؟ طنط استني استني براحتك. في ايه؟ في واحد. انت ايه ركبك العربيه؟ انت عايز ايه؟ في واحد خطف بنت ولبسها كمامه. انت حرامي؟ وانا كنت فوق الشغل. لا انا مش حرامي. ما انا مش فاهمه حاجه، انت عايز ايه طيب؟ في واحد خطف بنت ولبسها كمامه ونيمها. طيب. وانا كنت فوق الشجره. طب انا عايزه افهم حاجه، يعني انت جعان عايز تاكل؟ عايز يعني عايز فلوس؟ عايز فلوس؟ مش عايز فلوس ولا جعان. انا بقول لك يا طن، واحد لبس بنت كمامه ونيمه، وانا كنت فوق الشجره بصيت عليهم. انت كنت فوق الشجره؟ ايوه. هو انت كنت بتحلم ولا ايه؟ لا انا نزلت. نزلت؟ طب الحمد لله. انزل بقى يا طن. الحقوا البنت. الحقوا البنت؟ طيب ما انزل وهلحقها. انزل بس انزل. ماشي يا طن. الهبل ده، انا مجنون ده ولا ايه؟ قولي هو ده اللي حاول بيت. طب روح، انا جايه جايه جايه. اجري اجري روح وانا جايه. خراب يا ماما. طب انا جايه اهو. ماشي روح روح. الو، في واحد دخل علينا عربية مش عارفة، وعيل صغير مش عارفة عمال يتنطط يقول لي حد خطف حد ولا ايه، مش عارفة. انا بصراحة خفت والله، اتخضيت. ماشي انا طالع على طول اهو. يلا باي باي. طيب سلام. احمد خدني الكافيرة ابا احمد، دفعته كتير ابا احمد. عيل واحد خطف البيت ولا كمامة، وانا شايفه وكنت فوق الشجرة. انا انت مش شايفني بغني؟ انا اسف. تعالي نلحقوا البيت. اطلع في حته فيها شبكه. ليه هو احنا ما فيش شبكه؟ انت جاي تهزر وتستخف دمك صح؟ تاخد بعضك وتطير من قدامي. بنتي مش فاهمة حاجة، مش فاهمة. البنت فهمت انا، خد بعضك وطير بقى. سعد البنت. بنت ايه؟ يلا انا مش فاهمة حاجة، مش فاهمة غير البنت. البنت 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 دي بقى عمو خطف البنت ولبسها كمامة. صوتي رايح، مش قادره اتكلم والله. امشي يلا. حاضر. مش هتساعديها ولا غور من قدام. حاضر حاضر. ده مطرقع. ابا احمد خدني الكافيرة ابا احمد، دفعته كتير ابا احمد. عيل شوفيرة ابا احمد، شقته عن ابا احمد. ما بقتش عارف اعمل ايه، حالي مش صعبان عليه، يعني ده اللي وصلنا ليه. سايبه وعارف روحي فيه، كل شيء الا الفراق، فما تسيبنيش وانا مشتاق. عمري ما تخيلت يوم ابعد واسيب. عمو عمو عمو. نعم يا حبيبي، مالك؟ في ايه؟ بنت واحد في ايه بس؟ براحة اتكلم براحة. لبسها كمامة وانا شايفه بعينيا
وخدت فوق الشجرة وهو بينيمة لبسك كمامة. بص بالراحة بس، أنا مش فاهم حاجة. ونامت. أنا مش فاهم حاجة، بالراحة كده واحدة واحدة. في أهو هناك، هناك هنا. ماله بقى ده؟ لبس البيت كمامة كمامة، لبس البيت الكمامة. أيوة. لبسها لها ليه بقى؟ ونيمها، خطفها، تعال ساعدوها يا عمو. وانا كنت شايف وكنت فوق الشجره. انت بتتكلم كده ليه يا حبيبي؟ الشبكه قطع عندك. انت خايف يا حبيبي؟ ايوه يا عمو خايف. ما تخافش يا حبيبي. طب تعالى معانا نبص عليه. طب ماشي تعالى نساعدك. ما تخافش ما تخافش، تعالى صلي. انا خايف يا عمو. هو ده؟ ايوه. بقول لك ايه؟ طب تخطف العيال؟ ايه ده؟ بص على نفسي. الواد ده اللي بيقول لي سامعك. واد مين ده؟ تعرفه ده؟ معرفوش. فعلا مين انا اللي قال لك انا بخطف عيال؟ خد هنا. ما تخافش. مين قال لك بخطف عيال يا؟ ما قولش حاجه. على فكره انا مش هسيبك. احمد عيل لاسع. عيل لاسع ايه اللي عيل لاسع؟ لازم ايدك كده، اقسم بالله ما هسيبك. انت ما تعرفنيش ولا ايه؟ انا مهندس، خلي بالك. لازم ايدك. في ايه؟ تحترم نفسك. ايه اللي انت بتعمله ده؟ ده سد عيل لاسع ولا ايه؟ انت متخلف يا عم انت ولا ايه؟ خطف ايه وزفت ايه على دماغك؟ انا اسف يا استاذ. يا عم شوف مصلحتك يلا. خطف ايه يا متخلف انت؟ انت ما عندكش دم صح؟ اما انت جبت الكلام ده منين يا حبيبي؟ انا شفته بعينيا. بس يا عم انت لسه عتهت. يلا بس يا متخلف. يلا بينا يا صالح، ده شكله مجنون. انا اسف يا استاذ. يا عم شوف مصلحتك يلا، فتح يلا عشان ما اعملش معاك غلط. لا عمو خدني معاك. والنبي عامل ايه يا حبيبي؟ الحمد لله. مالك انت خايف ولا ايه؟ انا خايف. خايف من ايه؟ من منك. خايف مني انا؟ اه. ليه بقى يا حبيبي؟ عشان تلبسني كمامة. ايه؟ هتلبسني كمامة. اه وبعدين؟ ودخلني جوه. انا البسك اللي انت عايزه يا عم، اللي انت عايزه. بس اقول لك حاجة بقى. نعم. عارف البسك كمامة ليه؟ ليه؟ عشان انت شاطر. بجد يا حبيبي انت جدع. بجد؟ بجد والله. مش انت شفتني دلوقتي؟ خلي بالك اللي في العربية دي انا خاطفها. بجد؟ بجد انت جدع. ورحت قلت لمين؟ للراجل. جدع ياض، جدع ياض. اما بتشوف حاجة غلط بتحكي عليها. ربنا يخليك. ما ينفعش تسكت عليها. صح صح. انت كده عجبتني، عشان كده بقى هاخدك معايا فوق فوق. احنا رايحين الملاهي ولا ايه؟ هتيجي معايا؟ اه ملاهي. امال ايه بجد؟ يلا بينا. استنى اجيب لك كمامه يا حبيبي. ماشي. استنى يا عسل. يس. استنى انت طلعت ايه؟ فكر. تعالى. مين قال لك بقى بخطف عيال بقى؟ انا شفتك يا عم. شفتني؟ شفتني وانا بخطف؟ ايوه يا عم. ايه رايك بقى؟ حلو. يعني انا حلو وانا بخطف يعني؟ ايوه. طب انا اقول لك حاجه. لا بقى. انا هوديك الملاهي. بجد؟ والله العظيم انت باين عليك مخك هنا مهوج صح؟ لا عبيط. انت ايه؟ لا مترقع. اه بالحضن يا حبيبي. يا حبيبي. خد بقى البس الكمامه دي. يا ماما عمو هيوديني الملاهي احسن منك. فين امك دي؟ اه فوق. فوق فين؟ مش كده. انت مترقع بجد بقى؟ خد بقى عشان اوديك الملاهي واركبك بيت الرعب. وهتجيبني السحليه؟ ايه؟ سحليقة. سحليقة ايه بس؟ اركبك سحليقة. اه ماشي. عايز تركبي تاني في الملاهي. ايه وعجلة؟ عجلة. العجلة في الملاهي. خد بقى. طب ثانية واحدة. ايه؟ واركبنا عربية. عربية. و ايه انت بتفرفع يا ابني؟ وال ايه يالا ملك؟ ولا ملك يا المرجحة اللي بتلف دي. اه طب تعالى بقى كده. تعالى بقى بدل ما اكففك بقى. وكمان استنى يا عمو. ايه؟ والحصان. حصان؟ اه. واستنى يا عمو. يا عم خلص. واسمه ده وجيب لي عجله. اجيب لك عجله. استنى يا عمو. ايه انت اهبل بقى؟ هتوديني امتى؟ دلوقتي هتلبس الكمامه هتلاقي نفسك فوق. طب بص يا عمو. ايه يالا؟ ايه ماليش فلوس انا، انت هتحاسب. انا هحاسب يا عم. مش انت زيبني يا ابني؟ يعني انا شايبنك؟ زيبني. ايوه. بجد؟ والله انا شبهه يعني؟ اه بالظبط يا ابني كده. يا عمو عايز ايه يالا؟ يا عيني ما بتخافش العيال، بتهزر معاهم؟ لا يا حبيبي انا بخطفهم بجد. بجد؟ اه شوف بس البت ديت اللي هنا دي خلاص كده، خلاص دي راحت الملاهي. راحت الملاهي. استنى جايك الملاهي. استنى استنى. خد.
استنى استنى عارف انا كنت فين؟ كنت ليه؟ الشجره دي بجد والله وشفتك كويس. يلا سيبني لبسك الكلام هلا. شفتك شفتك وانت يلا بص على كده تعالى البس البس ورا ورا يا باشا. كله تمام معايا، خمس عيال انا اهو، بس انا طالب منك طلب بقى، زود الفلوس شويه يا عم. مش طماع ولا حاجه والله، والله ما طماع، بس انا عايزك تظبط الدنيا شويه. الشغلانه دي شغلانه خطر اصلا. طيب خليهم 60 70 كده، فك الكيس شويه. طيب سلام.